أعطيناكم تحدي جديد، هو عبارة عن تحدي عجلة الحظ هدية أو عقاب. أهلا وسهلا فيكم بقناتنا، يلا نلعب. اليوم جايينكم بتحدي جديد وهو تحدي عجلة الحظ هدية أو عقاب، Mystery Wheel of Gifts Challenge، صح؟ اه. طبعا احنا قبل ما احنا نبدا التحدي للي مو مشتركين بقناتنا بنتمنى انهم يشتركوا بقناتنا ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلهم اي جديد من احنا بننزله، عشان يوصلهم اي جديد احنا بننزله، يعني يجيلهم اشعار بالجوال انه احنا نزلنا فيديو في هذا الوقت. طبعا احنا عملنا عجلة الحظ وكتبنا فيها الهدايا والعقاب، وطبعا كل واحد هيلف العجلة هياخد اللي هيطلع وكل واحد وحظه. طبعا عجلة الحظ هذه انا اللي عملتها، اللي بده يعملها او بده يعمل فكرتها ايوه يروح لقناة هابي كيدز هيلاقي طريقة العمل فيها. مين هيبدا؟ يحيى. كل يوم يحيى. يحيى كل يوم يحيى. يلا يحيى يلا شوي حرك لعبة. لا غير يلا هي. لا يلا ملح. طبعا طلع ليحيى ملح. يلا يا يحيى خد، يلا حطها كلها بتمك. هات دار. كيف العقاب دار. يا سني هات العجلة. يلا رشاش رغوة طلع. لا رهف هدية رشاش رغوة. لا ترشي إلك. يلا اسماعيل لب طلع لك اللب. بنورة كيس البنانير كله. يلا فلفل اخضر. هيك ما جبنا فلفل اخضر. روح جيب فلفل اخضر ساي يا حمزة. يلا ايش انت مسالم العقبات؟ حمزة امبارح طلع له زي كده. شكرا للعبة. يلا يا يحيى يلا كل فلفل. يلا يلا كويس انها اجت فيك. داري على فكرة ما مسحنا اللي طلع. هات الملح والفلفل. بدي امسح اللي طلع. ايش اللي طلع؟ الملح والفلفل وبنور والرشاش. طلع الفلفل اخضر. وايش طلع؟ ملح رشاش رغوة. رشاش رغوة. وايش كمان؟ ملح بنانيه واللوب. لوب اسمه لوب. يلا هلا دور مين؟ دوري. رهف يلا دوري انا الاول. لعبة الجوال. يلا يا سمعة. توم ريحتي مش حلوة. مو مشكلة كل. وين ايش طلع لرهف؟ هيا يلا يا سمعة. يلا كل كمان كل كمان. يلا 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 ايوه. لا ما اكلت كذاب. يلا لا يلا ها يلا يلا. وهلا دور يحيى كمان. لعبة وقت الشاي مصمم تطلع لك؟ أنا بقول تطلع لرهف. تطلع لرهف تطلع ليحيى. استني أمسح اللعبة. قولي عادي. يلا يا دورك. رهف. بصل. بصل. لا ممنوع. يلا. ريحة. يلا. كل يا. النص. كمان؟ خلص يلا كفاية عليك. يلا خلص يمان. كويس البصل مطهر للمعدة والأمعاء. يلا كورة صغيرة. راح تطلع لها توم. وين التوم اللي طلع؟ بصل ولا توم؟ يلا يا يحيى لعبة الزنبرة. انا احب الزنبرة. هاي لعبة الزنبرة. يلا يا رهف استنى امسح. يلا بصل.
بصل ثاني. لا 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 طلع لك غلط. يلا يلا لا نشوف رهفة بتاكل البصل ثاني. يلا استنى استنى امسك لعبة النينجا. يلا كيف بتلعب لعبة النينجا؟ حلوة. من مصر. استنى امسحها. من مصر. لا كمان يلا. كمان. نعتبرها انها اجت عند مسدس رشاش الميه. مسدس رشاش الميه. يلا. يلا استنى استنى امسح النينجا ورشاش الميه. بقى ايش؟ كله عقابات باقي. خلص اللي بقيت العقابات. توم. يلا توم. كلي لا. كلي. كلي كمان. يلا مين؟ لا لا كلي كلي كلي. يلا 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 كلي. اليوم طهرنا معدة رهف. يلا مين كل واحد يختار؟ مين مختار في الأسد ومين يختار مالح؟ أنا مدي مالح. مالح مالح. أنا مالح. أنا مالح. لا خلاص هو بقى يحيى وصبح اسماعيل. يلا أنا في الأسد. ضو أكبر ضو أكبر. كيف؟ كيف الطعم؟ لا الفلفل الأسود هلا إيش؟ لمين؟ هاتي هاتي. يلا لا نشوف. لا كم لعبة بالك كل واحد طالع؟ ثلاثة. اسماعيل كم لعبة طلعت لك؟ ايش طلع لك؟ ثمانية. ايش طلع لك؟ العشرة. اسماعيل ايش طلع لك العاب؟ ثلاثة. وانت يا يحيى؟ ثلاثة ورهف اثنين. بس رهف رهف بدها الرشاش الرغوة. حطيزكم اصلا انتوا كلكم بدكم اياه صح؟ صح. كيف في هدايا اليوم؟ حلوة. حلوة. احسن ايش الرغوة؟ انا أيوة. وطبعا فلفل اسد كيف؟ ما مرش علينا. وبس هذا كان فيديو اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم، لو عجبكم ادعسوا لنا لايك واشتركوا بالقناه وادعسوا وادعسوا ايش؟ زر الجرس عشان يوصلكم اي جديد، احنا بنقدمه وبس ومع السلامه وبامان الله وبنشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامه. يلا رشرشوا. هي هي.